مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، وكالمعتاد نستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يقدم كسوة العيد لأطفال حي بلبلة، وفي غرار العاصمة شارك العديد من سكان قليم الداخلية صلاة عيد الأضحى المبارك. ودوليا لا زالت تتواصل عمليات المواجهة في سوريا. كانت تلك أبرز العناوين. وفي التفاصيل، نظم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك رئيس بلدية بلبل السيد وابر النور علي بتعاون مع النواب المحليين ومجالس أحياء بلبل حفل توزيع ملابس العيد على الأطفال الأيتام والأسر البسيطة، وذلك في مقر بلدية، حيث قام رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي بمنح هذه الهبة. وجرت هذه المناسبة بحضور شخصيات رفيعة المستوى من بينهم رئيس بلدية بلبلة والنواب المنتخبون وأعضاء حزب التجمع الشعبي للتقدم في فرع إربيبي، وتم توزيع هذه الهبة على الأطفال الأيتام وذوي الدخل المحدود المنحدرين في الأحياء المختلفة في بلدية بلبلة. هذا وتم عرض رقصات تقليدية بمختلف اللغات، وتم عرض صور أهمية إذن توزيع لباس وتقديم لباس كسوة العيد للمحتاجين خاصة الأيتام. بعدها إذن تم توزيع كسوة العيد لإذن الأطفال المختلفين خاصة الأيتام. وفي مداخلة له في هذه المناسبة أعرب رئيس بلدية بلبلة أهمية هذه المناسبة لدخول الفرحة في قلوب الأطفال الأيتام، حيث قدم شكره لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي الذي يستفيد كل فرصة لمنح إذن الأيتام وذوي الدخل المحدود المساعدات اللازمة حتى يتمتعوا بمكانتهم كباقي المجتمع. وأشار إذن رئيس بلدية بلبلة أهمية هذا الوقت، حيث يأتي في ظل استعدادات عيد الأضحى المبارك وفضله في إدخال السرور والبهجة في قلوب أطفال الأيتام. وفي صدد عيد الأضحى المبارك، بعد أداء صلاة العيد توجه جمع غفير من الشباب إلى المنتزهات العامة للعاصمة للتنزه فيها، خاصة في شاطئ فينيس، وتوجه الشباب إلى المطاعم لطلب المأكولات والمشروبات المتنوعة. وشهدت العاصمة العديد من الازدحام للشباب الذين يرتدون الملابس العيد ويتنزهون في هذه الأماكن المخصصة للعيد وفرحة العيد للشباب، وخاصة بهذه المناسبة الطيبة، حيث يقومون الشباب بشراء جميع ما يحتاجونه بهذه المناسبة. في إطار مناسبة عيد الأضحى المبارك، نظمت الإذاعة والتلفزيون الوطني أمسية موسيقية، ونشطت هذه المناسبة بحضور الفنانين الوطنيين وخاصة جان تولون دو، وإضافة بحضور شباب إيوجي ورقصات تقليدية، حيث نقلت هذه البرامج والأمسية الموسيقية في القناة الرابعة الوطنية. وحضر هذه المناسبة مسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني، كما قدموا شباب جان تولون دو جميع الأغاني المختلفة باللغات المحلية، كما أيضا تم هناك رقصات وأغاني أيضا ورقصات تقليدية، وكانت هذه الفرحة تبدو على وجوه
جميع الحاضرين بهذه الأمسية الموسيقية. نتوجه الآن إلى الأقاليم الداخلية، حيث شهدت على غرار إذن العاصمة احتفالية عيد الأضحى المبارك، ونستهلها في إقليم ضخل، حيث إذن تجمع العديد من السكان الإقليم إلى إذن مصليات العامة للمشاركة في صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى والي إقليم الدخل السيد محمد شيخ حسن وإذن جمع غفير توجهوا إلى الأماكن المخصصة للصلاة وجوامع الكبرى في هذه البلدية، كما قام بأداء هذه الشعيرة في المصليات الخاصة شخصيات رفيعة المستوى من إقليم دخل، من بينهم والي الإقليم ورئيس مجلس الإقليمي لهذه المنطقة. وبعدها أقام والي إقليم دخل محمد شيخ حسن بعد أداء صلاة العيد حفل استقبال في منزله في هذه المنطقة، وشارك في حفل استقبال عدد كبير من شخصيات رسمية وشعبية ورئيس مجلس الإقليمية السيد عبد الرحمن يونس أرى، إضافة إلى العلماء وأعيان وعقلاء هذه المنطقة إلى جانب حشد غفير من المواطنين. هذا وقدم ولي إقليم دخل أحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي والسيدة الجيبوتية الأولى السيدة خضرة محمود حيد وكافة الأمة الإسلامية خاصة الأمة الجيبوتية وشعب الجيبوتي أحر التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى لأهالي القاطنين في منطقة دخل عيدا سعيدا ومزيد من النجاحات والتقدم، حيث قامت إذن منظمة تركية محلية بتقديم هبة ل 500 رأس لخروف لفائدة السكان أهالي إذن دخل. وفي سياق متصل أقيمت صلاة العيد في المصليات العامة في إقليم أبخ، حيث أدى ولي إقليم السيد حسن دابلي أحمد وجمع خفير من المصلين في الأماكن المخصصة لصلاة العيد الأضحى في هذه المدينة، كما قام بأداء هذه الشعيرة في المصليات الخاصة شخصيات رفيع المستوى من منطقة أبوخ ورئيس المجلس الإقليمي وعقلاء وأعيان هذه المنطقة.
نظم والي إقليم أبخ السيد حسن دابلي أحمد بعد أداء صلاة العيد حفل استقبال في منزله في هذه المنطقة، وشارك في حفل هذا الاستقبال عدد كبير من الشخصيات الرسمية ورئيس المجلس الإقليمي إضافة إلى العلماء وأعيان وعقلاء هذه المنطقة، إلى جانب حشد غفير من المواطنين الذين قدموا أحر تهانيهم إلى والي إقليم أبخ، كما قدم حاكم أبخ أحر تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي وعقيلته السيدة خضرة محمود حيد وكافة الأمة الإسلامية وخاصة إلى الشعب الجيبوتي، إضافة إلى المجتمع القاطنين في منطقة أبخ، حيث تمنى لهم عيدا سعيدا ومزيدا من التطور والنجاحات والتقدم. ونتوجه الآن إلى علي صبية، حيث شارك جمع غفير من سكان هذه المنطقة صلاة العيد على غرار باقي المناطق الداخلية والعاصمة. إذن صلاة العيد على في صبيحة العيد في مصليات الكبرى التابعة لهذا الإقليم، واتسمت على وجوه المصلين الفرحة والسرور حيث تبادلوا بتحية العيد مكبرين ومهللين. وشارك في أداء هذا الصلاة والي إقليم علي صبيح السيد محمد وابري عسوي ووزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد حسن إدريس السمري. بعدها أقام والي إقليم علي الصبيح بعد أداء صلاة العيد حفل استقبال في منزله في هذه المنطقة، وشارك في هذا الحفل عدد كبير من سكان إذن هذا الإقليم وشخصيات رسمية، من بينهم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري والنائب علي وعيس ورئيس مجلس الإقليمي عمر أحمد وعيس، إضافة إلى علماء وأعيان وعقال هذه المنطقة، إلى جانب عدد كبير من سكان المنحدرين من هذه المنطقة. وبهذا المناسبة تقدم والي إقليم بأحر تهانيه إلى رئيس الجمهورية وعقيلته السيدة جيبوتية الأولى وكافة الشعب الجيبوتي خاصة المجتمع القاطنين في إقليم علي صبيح، وتمنى لهم عيدا سعيدا. وفي مداخلة له في هذه المناسبة، بعث وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد حسن إدريس السمرية في مستهل كلمته تهانيه الحارة لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي والسيدة الجيبوتية الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة خضر محمود حيد وشعب الجيبوتي، إضافة إلى سكان إقليم علي صبيح مزيد موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة، وأن يعيده علينا باليمن والخير والبركات. إذن حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي، نعود إليكم بعد الأذان لمتابعة ما تبقى من نشراتنا المحلية والدولية، فابقوا معنا. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمواصلة ما تبقى من النشرة. كما أدى سكان منطقة تجرة صلاة العيد في الساحة المخصصة والمساجد في هذه المنطقة، وشارك في أداء هذه الشعيرة والإقليم السيد عبد الملك محمد بنيتة ورئيس مجلس الإقليمي وعقال وأعيان هذه المنطقة، واتسمت الأجواء المصلين بالفرحة والسرور بمناسبة العيد المبارك، حيث تبادلوا بتحية العيد مكبرين ومهللين. وبمناسبة عيد الأضحى أقام والي منطقة تجرة مناسبة استقبال بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك لاستقبال عدد كبير من الشخصيات وأعيان وعقلاء هذه المنطقة، حيث تم بالإفطار معا بهذا العيد بعد العيد، وتم أيضا استقبال الضيوف بهذه المناسبة، وهو كيسوسك يا سيني عيد حلول الأضحى المبارك. نظم بنك الإسلامي الإفريقي بالتعاون مع جمعية الدعوة صباح اليوم مناسبة توزيع هبة مكونة من اللحوم على الأسر المتضررة بالحريق الذي اندلع في بلدية بلبلة في شهر أغسطس الماضي، وذلك في فرع ديوان الزكاة في بلبلة. وجرت هذه المناسبة بحضور ممثلي كل من بنك إسلامي الإفريقي وجمعية الدعوة الخيرية في جيبوتي والأسر المتضررة جراء الحريق الذي اندلع في بلبلة، خاصة سكان حي نصيب الذين استفادوا من هذا المشروع
حق السكن الملائم لكل مواطن، وتهدف هذه اللفتة الإنسانية في إطار التضامن الاجتماعي الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جلي. والآن إلى عرتا، حيث شارك جمع غفير لصلاة عيد الأضحى المبارك، خاصة على رأسهم والي إقليم عرتا السيد عبد الله درار عكي، واحتشد إذن أهالي القاطنين لهذه المنطقة في المصليات العامة للمشاركة في صلاة العيد. واتسمت وجوه المصلين بالفرحة والسعادة لإذا المشاركة في صلاة إذا العيد، مهللين ومكبرين داعين الله بأن يغفر ذنوبهم. وبعدها إذا نظم والي إقليم عرتا السيد عبد الله درار عكي مناسبة في إذا حيث شارك فيها عديد من المسؤولين ورئيس على رأسهم رئيس بلدية عرتا ورئيس مجلس الإقليمي ومسؤولين الرسميين، إضافة إلى أهالي القاطنين لهذه المنطقة. وقام والي إقليم بتهنئة وتقديم أحر تهانيه لفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي والسيدة الجيبوتية الأولى، وأتمنى بأن يعيد الله بهذه المناسبة باليمن والخير والبركات للمجتمع الجيبوتي وأهالي عرتا. يواصل الحرس وفي الساحة الدولية يواصل الحرس الوطني عملية الإنقاذ في ولاية تكساس الأمريكية رغم تراجع الأمطار الغزيرة وانخفاض مستوى المياه تدريجيا، ويكشف هذا الانخفاض حجم الأضرار المادية التي يمكن أن تبلغ قيمتها بين 20 و 30 مليار دولار في منطقة أورانج في تكساس على الحدود بين ولاية لويزيانا. ويواصل الحرس الوطني عمليات إجلاء السكان العالقين على طرق تغمرها المياه، وما زالت أورائج تقطع لأوامر إخلاء السكان في بعض الأحيان. ويكشف انخفاض مستوى المياه تدريجيا حجم الأضرار المادية التي يمكن أن تبلغ قيمتها بين 20 و 30 مليار دولار من بيوت غمرتها المياه حتى الأسطح إلى بيوت متنقلة عائمة ومراكب مقلوبة. إذن بهذا النبأ نأتي وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، نشكركم لحسن المتابعة وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.